كادت الروح أن تنفلت من الجسد، ثم ها هي سينما تضيء شمعة فتبث الحياة من جديد. موريتانيا كحال بلاد أخرى تمردت على شيخوختها المبكرة، خلعت ثيابها القديمة وتأنقت. وما أجمل السينما حين تحدد ملامح وجوهنا، بل وتكتشف فيها مزيداً من العمق والجاذبية. تلف شاشة السينما إطارها الساحر حول ألوان الطيف الثقافي في موريتانيا، كأم تعانق أطفالها ليلة العيد، يجعلهم العناق كتلة بشرية واحدة لا فرق بين أبيض وأسود. فسينما موريتانيا الجديدة صارت بالألوان. هذه بالفعل هي لحظات التاريخ الفاصلة في عمر الشعوب، هي الأسطر الملهمة في قصص البطولات. علينا أن نحسد أنفسنا أننا نشهدها ونلمسها ونحس بلهيب الحماس فيها، بل ونشارك في صناعتها وتشكيل أحداثها. السينما هي أنا وأنت، هي العالم الموجود داخلنا، هي الحلم الذي نرويه عندما نستيقظ من نوم طويل مخلوطاً بأمنية أو رجاء، وهي تطلع لبشرى يخبئها هذا الحلم في مشاهده السريالية الضبابية في بعض الأحيان. وهكذا أرى هذا المهرجان كمايسترو يقف شامخاً على خشبة المسرح، يطرق بعصاه بلطف على النوتة الموسيقية، فيتوقف الصخب السياسي والتنافر الثقافي بحركات انسيابية يبدأ في توجيه العازفين شباباً وشيوخاً، رجالاً ونساءً، أطباء ومهندسين وعمال، وتنطلق المعزوفة على لحن عصري جديد تتميل له الشعوب الأخرى ويطرب له العازفون أنفسهم. نحن هنا كضيوف المهرجان كي نتذوق من هذا النبع، كي نستلهم من هذه الروح، كي نتباهى بتلك اللحظة. ضيوف المهرجان وأنا منهم ينحنون تقديراً لمن فتح لنا باباً نحو عالم مفعم بالتفاؤل ومصمم على التغيير. فلنعش معاً.